أسعد الله صباحكم جميعا مشاهدينا في المملكة العربية السعودية. إليكم نشرة الأحوال الجوية لنهار هذا اليوم. الأجواء يعني اليوم ستكون متباينة ما بين منطقة وأخرى. اليوم في العاصمة الرياض الأجواء تستقر تماما، أجواء غالبا صافية، درجة الحرارة العظمى اليوم 19 درجة مئوية. يبقى الطقس مائل للبرودة أحيانا في بعض المناطق، لكن يتوقع بمشيئة الله على تحسن فرص هطول الأمطار اليوم في كل من أجزاء واسعة من حائل وأيضا حتى أجزاء من الجوف، ربما بعض مناطق الحدود الشمالية حيث تتوقع تتعرض لزخات جيدة من الأمطار. أيضا اليوم تعاود الأمطار مرة أخرى بالهطول فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية للمملكة، مرتفعات الطائف وربما مكة المكرمة ومرتفعات أيضا الباحة وعسير، وأيضا هناك تخريج بحرية محتملة أن تحدث في البحر الأحمر التي قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية القريبة من جدة وأيضا المناطق أستطيع القول في سواحل القنفذة والليث. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها اليوم من الشمال في إسكاكا، متوقع أن تكون 17-9 فرص لأمطار رعدية، 16-7 في عرعر، تبوك 21-10 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. المناطق الغربية جدة 31-21، في المدينة المنورة 26-17 مع أتربة مثارة نتيجة نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية اليوم. مكة المكرمة 30-20، في الطائف 20-12 مع فرص جيدة لأمطار رعدية في تلك المناطق. المناطق الجنوبية الغربية في الباحة 16-8، في أبها 18-8، وفي جزائر 28-23 درجة مئوية. شرقا في الإحساء اليوم 22-9، في الدمام 23-12 مع فرص ضعيفة لأمطار يعني محلية الطابع، لكن الأجواء مستقرة في عموم هذه المناطق. حفر الباطن 19-11 مع أجواء غائمة جزئيا. ختاما في المناطق الوسطى في الرياض 19-10 أجواء غالبا صافية ومستقرة، في بريدة 20-11، أما في حائل فاليوم هناك فرص جيدة لأمطار رعدية على فترات عدة وتكون العظمى 15 درجة مئوية، تكون الصغرى 9 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.